بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. معكم سجرني فصل كما قال رحمه الله تعالى، وهل هي معرفة الرواة ونوشة لواتين يكون نوعين، وهل هي فحسو قارني كي تضوي تمانات وأوير معرفة من اختلط من الثقات أو اختلط من الثقات. أن اختلاط كسون وكين دون وحويا ووح قدال كيما علا قدال كتما دويا والراوي أصل سؤولهين مركو تعريفين دونا أنواع المختلطين بوشيق دونا حكم كرواية الاختلاط أو مختلطين تالرواية دوضح أيو كهالد دونا إيو كتب تقوم مشهور سن إيو حلمتك وكهالد دونا. وعير مالك فرعون الله تعالى معرفة من اختلط من الثقات، معرفة من راوي قرشيس اختلط أو اختلط من الثقات سكدر درسمي ومن الثقات الثقات كمدة، يعني والراوي ثقاها لكن قدال دم سكدر سمي صوبت سكدر سمي أسبابتا إنه سكدر سمي كانتي بوكيني دونا. تعريف الاختلاط لغة وحير الاختلاط لغة فساد العقل، عقل قو فساد باليرا وقفك عقل قيس وتوسنان وايو خلدمة أيا ليرا. يقال اختلط فلان أي فسد عقله، عقل قيس با فسهاديو وعقل قيس محوها أي بدلمي كما في القاموس. اصطلاحا حق اصطلاحا وحاليرا فساد العقل عقل قو سكدر سمه أو فسهاده أو عدم انتظام الأقوال أقواشة أو توسنان ويسة وقفك راوية مركة قفك هالله أيو عم وح ورين هايو، يعني هذا الكيس ما توسنا أقواش يس ما توسنا مر نو توس أيا مر خطكو كبح أيا مر بمحوا هاي سيل الربيع عرف لو يقاني أيو قرمري صوبته وكوهانين صوبته وحاويان بسوي خرفين دغنمة درتت يدأ ويلو حلي رادان صومالي ذا وعن تطوب عمل عن تطوب اللي رادا واسكد درسمي ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم وإلهي كبري هاي إلى أرض العمر ويان أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وقفك وحن إي وحفي عنك لقرن وايا أسكا مراتب هسيلة هذا، لكن اسكد درسنك مراتب إلى مراحل بسيلة هذا سيكا لدرنادي، لكن وحوي وقفك نحو هاي الدغنمة لا حد وكالمارتي عقل يسوء بدل ما أجار أو مها عمن إن دل عن ومحوها هاي وحي لا وقرنايب وآخرين كرواي كده من مركو حل لا قرب ولا جاب وأساس إن لي رادة وآخرية أو مها احتراق أو احتراق كتب أما كتب جبي تانكيد أو كتب تبلا جبي وحوها هاي ضابط الكتاب وها ضبط الكتب كاتب كتابها مركا كيد من كتبتي كجوبتي كتبتي مركا كجوبتي أما كتبتي أي جوبتان كاتو وساقتي، لكن هدوين جوبن دين الجوبن ولكن الصواب كلا كتبتي أصيب الروا كدة مثل سي علي علي المدين وحلي هذا كتاب المسند لهذا وإيران صدر مجلة كتاب صدر مجلة أيو قري أيو ألفي كده من كتاب كا صدق كمتشلا أمركو أرض العراق بوجودها كده أمركو مدوك سؤال لابتي وحوا أركسوه راب أنتو كده أي ضابط يبيها إسكودر سمين أيو ويم هذا حل كلامه جانس كلام ومصن هيلين مركا احتراق كل اسمها وحوا أي سبب وكتبت إتلافين كرا إذا نعلمت أو نحو أو غير ذلك. وعكير اصطلاحا فساد العقل عقل وفساده أو يعني عدم انتظام الأقوال أقواش أو تسنان أو تحم ويس أو سيد عرم في لو يقاني قرمرته بسبب خرف دغنم عن توبيت درتت أو عمى أما يعني إن دلعان أو احتراق كتب يعني أما كتبتي أو لقبي أو قبناتي أو لقبي أو غير ذلك أيو حلمتك. أنواع المختلطين أو حويري ألف حويري من اختلط بسبب الخرف يعني الدغنم يوم حوا هاي صوتت قف مارت سكوت درسمي مثل عضاء من سائب الثقفي الكوفي كاسا مثال واه
باوحو يري من اختلط بسبب ذهاب البصر وف مارة السودر صمي محوها هاي صوبة أي تأي أرقيسي أو تغي مثل حوي عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف ويان فكان وحوها بعد أن عمي مركو إن ربالكيدي وحوها يلقن كيلو ميريو عشرة أحاديثة وفيتلقن اسكمير سد معنى وحوي أن أحاديث القدو الأخرنا يا حديث تيس إني يهتئين حديث كلا تائين وكلا سوع صما وحوي ما كلا سوع كرمركا ووحي إنه ما رتفيري وكلا ووحي صحد ووحي كلا وكلا سارة تاسو حوي أن ميلة مركو حالي را فيتلقن فيلقن في فيتلقن وحي لو يري لو ميري بو اسكقاتا مركو حوي أحاديث تيس إني تاي بو قاتا كدي من حوي حديث الوضوء الاخرنا هي لو شيغا هي كدي حديث اني تاي بو قاتي مركا سداس اسانا تاسا كو دحد فكان وهو بعد ان عميا يلقن كيلو ميري حديث لو يري الوضوء الاخر او فيتلقن اسك ميرسد او ان حديثتي سان شاك كسدحات حوي ما اختلط باسباب اخرى قف اسكو درسم اسباب كلا كاحتراق الكتب كتبتي يوم هو هي غوبتي او كلا وحا كلا كميد الرعب يو وحي لمدك دو كده أنا وهلاوان ولمد مثل عبد الله بن لهيع المصري عبد الله بن لهيع المصري إن كتب تيس جوبت أرتو الشك كم جرو محدثين تو عزقوا فقسيهن إنه محوها إنه اختلاط كده آخر عمري لكن اختلاط كاس ما صوب صوب كان يسوي خلافين هذا مؤلف كحوم ماري إنه مارت كتب تل كجوبتي قول كلو حاج رأى أسوأ ما نش مع مزيد النبي صلى الله عليه وسلم كتب كذي oo muxuu ahaay daabadiisa foolay kidi markuu meelaha marahay inuu ka dhacay kidibna madax wax kaga dhaceen maskaxda keen sidaas markuu ikhtilaadka taas oo marka qowlkaas waa jira hukumu riwaayati al-mukhtalat hadii aad soo ogaato marka anwaacul ikhtilaad iyo taariiftooda ahadiista ragga thiqad ahaan jira ee gadaal daban isku darsamay ahadiistooda ma la aqbala ama islaama aqbalahay ألف وحكر يقبل ولا أقبلها منها أحاديث تسمى الرواية ما روي وحي لغوري عنه يعني ننكس اختلاط كردعي وحي لغوري قبل الاختلاط اختلاط كار وحي لغوري ولا أقبلها هدو ثقة هاي وهدو هدو ثقة هاي وهي يقبل ولا أقبلها منها أحاديث أم رواية ما روي وحي لغوري عنه حقيس قبل الاختلاط ولا أقبله ولا يقبل ولا أقبل ما منها روايات كيس أم حديث كيس ما روي وحي لغوري عنه يعني الراوي مختلط كه بعد الاختلاط اختلاط قداش يسوح لغوري لأقبال مهي وكذا وحاكر الله مدى ما شكه ويحل لغيش كيفيه حديث أنه قبل الاختلاط أو بعده ما قبل الاختلاط بل لغوري مز بعد الاختلاط مثل هذا الضمان لكن حديثين دقار وحيو بدين التوقف ينويه معناه وحيي الراوي قبل الاختلاط ويحل لغوري والحقيقي ومقبول بعد الاختلاط ويحي أنا ومردود وحل الجرم ومن قبل الاختلاط بعد الاختلاط التوقف غير هذا وحملنا النخبة حتى مركز سومري هنا إشارة نسيت هذا لكن وحير وكذا ما شك فيه أنه قبل الاختلاط وبعد وحل ليش كي سما لما أقبل أي وير توقف كاسة علماء متأخرين ده قيبكم إذا قبان لكن حتى دي اللي أقبله وياه ولقد استعو أو ما رت التوقف لي هذا متابعات كشواهد ومتابعات الشواهد ويجلها يعني محيل إنك أصل كيس معوها ننثقاء يوها اختلاط كان وشيء قال دم كيما تصل فيرنا أهميته وفائدته هو فن فن وير مهم جدا فن آد مهم وير مؤلف رحمه تعالى وتكمن وكو قرصونتا وقرصونتا وكدو انت فائدة فائدتي في تمييز أحاديث الثقة إنك الثقة أحاديثي الله صع التي أحاديثها سوى حدثها أوري بها أحاديث بعد الاختلاط لردها ردنت لردنا هيو ودرتت إيه وعدم قبول أنا الأقبال درتت لكن تاوحي أبا هانتاي إنا تاريخ دلقرت تاريخ دي إن لي قانو وننكا من قبل الاختلاط بلور من بعد الاختلاط تاريخ أبا هانتاي تاريخ أبا هانتاي رواد قار سيدات عبد الله من الهيعة وحالي رادا نرقع عبادل محوة هاي وحدثين تكمدوا أفرة هدي كوريان وحالي روا الأقبال هاي مركلة التطبعين وحالي وقاعدة قبل الاختلاط إن محوة هاي يكوري يعني سي عبد الله المبارقي وعبد الله بن وهب المصري يا عبد الله ابن مسلمة القاع النبي عبد الله بن يزيد المغري ورقص افرت سال الشيخ رقبان ويجر انه قبل الاختلاط كوري
المهم فنق أمرك وتكمل الحوير فائدته فإيسو أي قرصانتها وكدو أنت في تمييز حديث ثقة نك اعتقد أحاديث الله سوق أن لا تي أحاديث تسو حدث أوري بها أحاديث بعد الاختلاط لرد يسئل الرديو أي وعدم قبول أنا لا أقبل إن ترتد إلا وقال كلاسارة يا مكت وحي قبل الاختلاط بعد الاختلاط. هل أخرج الشيخان البخاري مسلم صارين في صحيحهما بخاري مسعيل وصحيح مكسو صارين عن ثقات رق ثقاته مصاصرين حديث تود مصاصرين ثقاد سو أصابهم مو أصيبي الاختلاط اختلاط وأصيبي رق ثقادها واختلاط وكل عجلال دم وكذا دعي حديث تود مصاصرين بخاري مسلم صحيحين كل مكسو صارين جوابت نعم ها ولكن مما شيء حقي سيكاها تعرف على قرتي أنهم أيك حدثوا إني ورمين أمي شيئين به مختلط كاس أي كوريين قبل الاختلاط وين ولكن وحي يرمي ما عرف وحي القرطوية أنهم أيك حدثوا به حديث أي وريين المحوها إنك مختلط كوريين قبل الاختلاط رقص إذا حديث الحقيقي إنك مختلط كوريين قبل الاختلاط رقص إذا حديث نوع سكول البخاري مسلم وصو صارين سعين كان وقصو صارين مركز جوابته حين قال إنسان أما بعد الاختلاط فلا معنى بخاري مسلم أحاديث صحيحين كون كسو صارين أحاديث أي ورين رق ثقادة أو اختلاط وكدعي جوابته حيكون مؤلف رحمه الله تعالى ها لكن وحي حير وأحاديث رق الحديث الهالي أول أغادي إن مارت إن كان مختلط كوريين قبل اختلاطه أما بعد اختلاطه فلا وعكر نعم ها ولكن مما حديث حق ودويان عرف على قرتي أنهم أيك حدثوا إن يوريين به مختلط كوريين قبل الاختلاط أما بعد الاختلاط أو شك فيه فلا أشهر المصنفات فيه صنف ألف في حديث عدد من العلماء بكتب كألف كالعلاي والحازمي ومنه من هذه المصنفات وحكم ذا كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط للحافظ إبراهيم بن محمد بن محمد السبد بن العجمي المتوفى سنة أفر بقول سديد بقول أفرتني كودي أيو جيري رحمه الله تعالى لكن وحكم فائدة من كتاب كان كتاب الكريان لرادة الكواكب النيارات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات وابن كيال أوليه وحال لرادة الكواكب النيارات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات نيلي أبو البركات أبو البركات محمد ابن أحمد ابن كيال وحود انتي سدح سغال بقول صدني سغالكي هجرده وحان التحقيقي كتابك أرضي يا ماجستير كوقاتي جامعة أم القرى ولي هذا عبد القيوم عبد الرب النبي نيلي هذا با ماجستير كوقاتي نولي با ننكاس لبا ملحق بكتب كتابك صدن إيو سديد يعني رق ثقاتها وكتابك سنكينين ويعني الحقهان وهالشيء وكتب جي ورق ثقاتها نجنا ولكن اختلاطك كرعي صدني سديدنن وحاكلوا شيء رق أي كنا محوها هاي سدح يتمنن وهذانا أي كنا اختلاط وكرعي لكن أصل كذا ضعفها يعني صدني سديدك وكتب جي وعويا ورق ثقاتها ولكن اختلاط وكرعي سدح يتمن كان وعويا ورق ضعفها واختلاطك كرعي لا بس ملحق أيو نك محققة وكوزي هذا كتابك أمرك كتابك أس بكفى إذا بميت هذا الاختباطك معرفة طبقات العلماء والرواة هل كانوا حمى ألف الحين ترى نوع شديد وأنا أحيري قرش هذا الرجل علماء إيه الرواة طبقات كذا طبقة محلية ساكنها تعريف الطبقة لغة أحيرة القوم المتشابهين قوم كا إشبهها بليلا حق لغة هن رجس شبه بليلا اصطلاحا وحوى قوم تقاربوا قوم ينتقاربوا اسكروا الوادين في السن حق الدادة ايوا الاسناد حق محوى هاي السنة كتيرين شيوخ دي وحكا قاتين باي اسكير دوهين واسكو شيوخ باي وحكا قاتين او في الاسناد فقط يعني محوى هاي السنة كبسة محوى هاي باي اسكو دبقاء يكون نقدين او السنة كسي دبقاء يكون نقدين واسكو شيوخ اسكو شيوخ ويان مركو حوى ان دبقاته حالي حق اللغة وارضيذا ده هان اسكيغلو اسكون شيوخه وانا اسكو شيوخ وانا ها وانا هو هاي ده هان اسكاغ ددوهين نوع لبات يعني مده سواميد مده لبات نحويان او ليكره
اسناد كسند كبس باي ايكا اي محوها اي باي باي طبقك هين ومعناها وعوى يعني اسكو مشايخ وي دا هان وكلفوجين اسكو دا ماها دا اسكي ما اقدو لكن وحوى اسكو مشايخ اسكو شيوخ بين نقدين قوم قوم ويتقارو اسكلو اسكي دو وادين في السن حق داد اسكو دو اي والاسناد حق يعني في السن حق داده اي والاسناد حق محوها اسنادك وشيوخته اسكو شيوخ ويان او في الاسناد فقط. ومعنى التقارب في الاسناد وحلقه الجذاب وكيري ان يكون وان وهذا الشيوخ هذا اردغان شيوخ دي سوين وهذا اي هذان هم ايك الشيوخ الاخر متك كالاردي كلا شيوخ دي سوين هذان او ما يقارب شيوخ او شيوخ دي سوين دوادان شيوخ دي سوين دوادان وحق طبقه معناه وحلقه هذا وحويان من كان اردي إيه صاحب كائه وحويان اسكو شيوخ ان النقطان وحوي وطبقه انا اسكو شيوخ نقولين لكن شيوخ تاسو وحققات اي شيوخ تاديه ادو حققات با اسكو طبقه ومعناها يعني اسكو زمن اسكو فاع اسكو فله لبد وكيماده انا اسكو شيوخ تين ايو كل شيوخ باتين لكن شيوخ دينيا مخيتاي اسكو طبقه وي اسكو طبقه تاس مركا لبد وكيماده. من فوائد معرفته فوائد معرفته فوائد لغا هلاي او محمد لغا فائده هيا ألف حير. ومن فوائد معرفتي قرشديس وحالا لقى فائدة وحكمدة الأمن إلا قم آمن لقى النقضة من تداخل المتشابهين كوا اسكو سوائك إن إصلاح قلان أمن لقى آمن نقضة لقى آمن نقضة في الاسم كو مارت مغع اسكشبه أو كنية كنية اسكشبه إيو نحو ذلك كوا كنية إيو مغع اسكشبه إن إصلاح قلان لقى آمن نقضة فائدة فنقان كمدة ونحو ذلك لأنه محايا لوير قد يتفقوا إن سوافقان لأركا إسمان لون لور اسم إن سوافقان في اللفظ حق الروق إن سوافقان وفيظن لما لأن أحدهم متكود هو الآخر كان كالإنوية فيتميز ذلك أرنك إذا ملك كده من أكس عمه وذلك التشابه بمعرفة الطبقات ما يا مارتي طبقاتهما لوض طبقات كود أول قرت أي أكس عمه يا مركا وحاك مرسل تسالهان عمر بن الخطاب اي عمر بن الخطاب لو ما له كل دونه تكون كل عرقتي مركه وحد كو كل سوي كرتا مغعي واشبهها يا سما حاجه تكون حد كو كل ساري طبقه منه حاويه وبخاري الشيخ يسلوات منه وسند كو قدام بها او صحابي هذا مرك مي اسكو طبقه نقول كر عمر بن الخطاب كان عمر كان اسمه سو غارين با لو عمر بن الخطاب اي كلين سما مركه مغعي واشبهن لكن حد كو قراتي طبقات كو كل قرات وعدد عمر بن الخطاب كان مخو هاي قدام سند كو صحابي كان محوها هاي بخاري الشيخ يس لما دام الشيخ يس كوبانا ادور انك لا تابع من تابع تابع يروح لميت كي ويان وعكو يري مركا. ومن فوائد معرفة الأمن إن لقى من نقد من تداخل المتشابهين أكو سؤالك نحو هاي أوس شبه إن إسده قلان لقى من نقد في الاسم مقع إسك شبه أو كنية مقع كنية إسك شبه إيوه نحو ذلك لأنه قد يتفق إن سوافقا لارك أسمان لو مقع في اللفظ حق الواقع إن إسكوا فقان فيظن اللهم لا يمرك أن أحدهم من تكود إن هو الآخر كان كالينو يه فيتميز السوع ما يمرك ذلك أرنك أيوه التشابه وحكو السوع ما يه بمعرفة طبقاتهما طبقين كود أولك لقرته باء وحكو الوقوف استاجد الدل استاجع على حقيقة المراد مرادك ربط اللي هي من العنعنة عنعنة اللي هي والدل استاجع أفائد لبعضة هذا محوها عنعنة هوري وحنا نصوم مرن اللوذنين إيه وح كلا قادت عن عنضض ومتصلة لوذنين إيه وح أن كلا قادنين إيه معه هاي عن عن استع استعماشين وحوي عن عنضض منقطع عصمة ستكوك الأغانيسة وين الضبقاء الضوقات نك مركو يرى عن فلان ويرى الشيخان وعن غيره وح مركو كورنا بدل كحدثنا يسمعتوا ليه لها عن ويرى حد اسكو ضبقيهين يعني اسكو أرض اسكو أسوق جاري ووح وكقاتي هذا سنة كاسمح وسنة مدلس وسنهن هذا سنة كمرق ومتصل أو محر أو مجوء وحريرسية لكن هذه ننكا وعن يري أن حقيقين إن سقط طوقة أين هن مرك إذا سنة كوا منقطع مرك وحلوك لو هذا مرك عن تم متصل مفص متصل مياه مس منقطع سنة كعنك يكجرته محلوك لجرنا يا طبقة طبقة الرواد إن أتكل جرت ويعكر الوقوف استاجد لدل ساي على حقيقة المراد مرادك قصدك ربطه من العنعنة هذه حوي تدليس إسلات قصة مرت الرجع وعوها هي عنعنة يحيي استعمالا يا أسباته
قد يكون إنه هذا الأركوير الراويان اللو الراوي من طبقة هل طبقينها نقدان باعتبار هل لنا عمرك لغفيريو ومن طبقتين لنا لو طبقين نقدان الأركا لو الراوي باعتبار آخر لنا عمرك لغفيريو وعكيري يعني لو الراوي بعد لنا عدا لغفيريو مرة حوير هل طبق سلنا نقنايا لنا عكلا دا لغفيريو لو طبق كلا نقنايا مثال كأسا كوكنا وعكير مثل أنس بن مالك إمام أنس بن مالك السحابي أو تقانتان إيوة شبه وحي لمدة من أساغر السحابة سحابة كوضة إير يرك كمدة ومثل عباد الذي وحي لمدة كوينة نصوت قرن قرنيسا عباد الذي السحابة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رقا سوية رقا إيذا أنس بن مالك إيو رقا عباد الذي لمدة محوها هاي أساغر السحابة أنس بن مالك شبه حق الداء كل شبه فهم أيك مع العشرة طبنكي أي محوة هاي أي معوض أي هذين طبنك على المبشرين بالجنة من كبار السحابة سوما أيك عشرة مبشرين بالجنة مبشرين بالجنة من كبار السحابة وي فهم أيك وعكر مثل أنس بن مالك وشبهه من أساغر السحابة فهم أيك مع العشرة يعني طبنك أي معوض أي هذين في طبقة واحدة هل طبقة باعتبار مركلة فيريو أنهم أيك كلهم لمانتوا السحابة والسحابة إن السحابين لمانتوا مركلة فيريو أنس بن مالك يا أبو بكر وأسكو هل طبقة صوتا أبو بكر وأكت حلق وصو إسلامي إيو داء ديسي إيو معوه هاي مهاجر إيو وحصورا مرك الله فيري سنتك إيو مرك أنس بن مالك الله فيري أو صغار الصحابة سنتك الله فيري وحاول طبقة واحدة محل محل اعتباري صحبة بس سحابي مية مسمها سحابي وحي كتن بين التابع مية مسمى التابع ما هم بهل طبقة لقى سوق هذا صحابة لأن هل طبقة تابعين ترى هل طبقة وعلى هذا كان أو كان وحير أو محوها السحب النبذ إن الاعتبارية فالصحابة الصحابة كلهم لما أنتوا طبقة واحدة هل طبقة قوية محل في هلك سنة كله في ريمانة في السن والإسناد غالبا لما في رينين أو سنة صعود أما سنة كبسال في ري حق مارتي نبي إنه يحكي والقاتين لفظ الصحبة أي والوداغان حقا سالق فيري وباعتبار السوابق مارك الله فيري هرمارك أو هرمارين أكل هرين إلى الدخول القليتان في الإسلام إسلام كالقلنا يكون حوانا السحابة والسحابة وحيانا بضع عشرة طبقة يعني طبني الأور طبقة كما تقدم سيدي سوهر مرتي في نوع معرفة السحابة سيكو سوهر مرتي معكو سوهر مرني إنه قيبي حاكم لبيت طبعاً ضبقوا كل جسمهن ابن سعدنا شاني طبعاً ضبقوا كل جس حاباً ابن سعدنا شاني طبعاً وكل جي حاكمنا وحكر لبيت طبعاً فلا يكون أهاني ما هي مرك أنس إنه مالك إيوه شبه يحيي لمدة إيوه سحابة ولا شبه ولا دادة أو لمدك في طبقة العشرة من السحابة عشرة مبشرين مبشرين بالجنة ومن السحابة كمدة لا ضبقنا قرن ما هي مرك محل في لي يا أوهر إسلام أساس وعلى فيري أوه فضل بدن وعقل الله فيري يا أوهر يا كقب قلب غزوة أحد محاربة بدر عقب بيعة الرضوان أحد محوها مسلم قول فتح مكة وبعد صغار الصحابة صدى سال فيري قاب كاس بلو فيري ماذا ينبغي محاها بومبو يري على الناظر فيه نينك محوها علم الطبقات كفيرين هاي محاكوها بون إنو فيريو يعني محاكوها بون نينكا إنو برتدونها علم الطبقاتك قفك إنو برتدونها محاكوها بون أو لغربا ماذا ينبغي محاها بون بويري على الناظري نينكا فيرنا في علم الطبقات ينبغي وحاها بون بويري على الناظري نينكا فيرنا هاي وحالو بهي بويري في علم الطبقات علم الطبقاتك أن يكون إنو هذا عارفا مديقان بمواليد الرواد وقتي ذا إلشين إيوه ما لا يكون لشين حل الراوي لشادان القرنين هذا طبق ذي اسمه وسوسار كرتت ووفياتهم تاريخ ده أيد إنتان وأنا تقرنيس هذا تاريخ دور لشيء تاريخ ده تقول إنت راوي تقرنيس الله اللي واحد ليس هبل هبل وها ليلي هبل هبل مسون سو هليلين هبل وسو جاري فلان هبل مسون سو جارين هذا تاريخ الرواة كان قرنين تاريخ المواليد والوفيات هذا واحد ويا طبقاتكم قرن كرتت مرك علم طبقات السيدي سوا وحومارتي جزء كميدي هاي أو قيب وين قبيل اللي يحكى قادن هاي علم التاريخ تاريخ دينا تقرنيس وعوكو يري مركا أن يكون وإنو هذا بيري ننكا إيه علم الطبقات كفيرين هاي عارف أنين ميقانا بمواليد رواد رواد وقت إذا إيه دشين إيه وفيات وقت إذا إيه دنتين إيه ومن رووا
عنه عدة أي وح كوريان وشيوخته هبل هبل وح كوري وح كم ورنين إيوه من روى عنهم عدة أيك وح كوريسي وأنا تقرني سدنا حتى وحيلا مهمل كونكوس أمرني سفيان سفيان مركي إسقفتان سفيان الثوري ميا مسوا سفيان معيينة اللي هو مهمل وقت حدثنا سفيان مركو يرى بخاري بيسا وصن كلا عدينين وحيلا لوكلا صار حكمة ده مشايخته مشايخ دود هدي مشايخ دي اللي كلا سار ومحلو كلا سار هاي التلاميذ دود ولوكلا سار هاي وحقادي قاد باب كاس إنكسى عليني كار كتابك تهذيب تهذيب الكمال المزي تهذيب التهذيب كيو حتى كان محوها إمام الذهبي حصل وحشيقة الراوي مركة الترجمة يستان عدة وحكولها عن مركو يراد وركة رغو التحايا فلان وفلان 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 عنت معناه وحوي وحكوضة وحكو ريوي كده منهم حكولي عنه عنه مركو حوي مركة كده ورغو الترنا يا فربنا وفلان 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 معناه حويا رجاسة وحكة قاتي أرضها مركة أرضها ورجع وحكة قاتي يوت مشايخ ده بروحيلا الوكلا بيحكم ده أشهر المصنفات فيه ألف وحده كتاب الطبقات الكبرى للمساعد وعقل كمدة كتاب الطبقات القراء لأبي عمرو الداني وعقل كمدة حافظ من ذهب وحوله كتاب لنا معرفة القراء الكبار أسأل عليه معرفة القراء الكبار إمام ذهبي وعاكل اللمدة جيم محير كتاب طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي وسكليها وعاكل اللمدة محير تذكرة الحفاظ لإمام الذهبي وعاكل إمام الذهبي وليه كتاب لراء المعين في طبقات المحدثين وليه ابن حبان أسانا طبقات كحب وكقري مسلم وكقري ابن الجوزي صفة الصفة وكقري وحصلنا علم الطبقات بالله هذا كان سغالي تمنى دوحو يرم ألف رحمه تعالى وأن وعد معرفة الرواة كمدة معرفة الموالي من الرواة والعلماء رقا علماء الرواة هي علماء مواليدة مواليدة لك الله مواليدة مركو حويان وضدك يعني شيغر شيغنا يميل أصل أين وهين أصل كميل أين وهين شيغن لو شيغ لو نسبه أساق سامتكين معناه واحد صومالي ده أي يعني غير هذان حوها قويس كقفك وسن كتر سنين اما مغالو وسن كتر سنين مركي لونس بي غير هذان وشكت عمل ماشي اسو شيغنا ما يعني كمين ماها شيغت كاين هاوي لكن وحال كان هذا عيب ماها او حويان و والسبب كاني سبب كاني مركه تفانت واحد اغاني سا مركه انه واحد اسكو عيب وسنين اسك عاد اسكي تعريف المولى ألف وحر اللغة الموالي مواليد وحال إلى جمع مولى والمولى نحو من الأضداد الفاظ الأضداد كأبو كميديا الفاظ الأضداد حكوضة شيء معناها وكتسينها عكس جيسنا معناك لو كتسينها يعني وحيالها اسكسو هرجيدة ولكن لن عانا معناك وكتسينها عكس جيسن معناك لو كتسينها تاسع الأضداد ليرا فيضلق الويد الأقاوير على المال على المالكي وحوى مولى مالكي هرتو لو داقا مالك ومحي وسيدك والعبد اضون كل لهينا اسن ولو دلاقا سؤال داد ما مركز السيد كني اني مولى لي هذا اضون كني مرك الحره مولى لي هذا اما اسقو ما حتى يعني لسكير هذا اذا واجرته وحكى لو دلاقا على المعتق نيك وحري او سيدك والمعتق كان الحري او اضون كل الحري مولى اسنا مولى ولي هذا مرك أفر تاسبه والو إذا لقى على المالك إيوة على العبد ومملوكه إيوة المعتق إيوة والمعتق أنت والو إذا لقى مولى اصطلاحا وحكوا إنه هو الشخص الشخصي وين المحالف يعني لا شكتي وين أو المعتق كالحري الذي أو الذي كي وين أسلم إسلامي على يد غيره غير كيس يعني محوها هاي غير كيس يعني قاعد تسكو إسلامي كل سدح حن واجراه هذا سدح وكل شيء ميد أفرانا ملازمة كل أهان واجرا وحو كيري استدلاح حيوه هرتوا الشخص جا محالف كا أو محوها لله شيء أو شيء سك الله قالي أو الله شيكتي أو أسمع محوها هاي الشيء جنا هاي كاس هرتوا محالف لي هذا والمعتق كالحرين والي هذا متك محالف كمركو حويان اديقو مغالا كلا دولك ادون كل كيماد با دولك لا سو دغيسا كل دولك ان كلا سو دغت ددك دغنايات مركا اد كمين نكونيسا حويان ديب ديف يو قاران يو وخصتبا ددكاس لا ولاغيسا كواسا مركا كميتاي مركا لكن اصلهان
يعني أصل كمرك الإرادة كميد متيد مركا مرك حال الإرادة حلف ولا الحلف آل إراكا وأنو كين دونا محارف كاسو كليش هذا معتقن وحويا وقفك أضانها الحري مرك الحري مرك نين عد قلاد الحري سنين كحري إدت كودي أوله الولاء لمن اعتقى سمان أقف كمارة حري وأوله سي بأسكله هل كاسو أصلا شيء أنا مولى لفلان بالله لكن أصلهان مالك لويا أو ما هي الذي كي أسلم إسلامي على يد غير يقف كلا يقع أنت سكو إسلامي أصلا محوا إسلامي لكن هو إسلامه حسوا بها إنه إسلامه ننكلا نينك مركان سويتي سكو إسلامي أو دين تيردي توحيد كي يو دين تجارسي بع مرك أي مرت بيس أيو لمحوا هاي الحساب ونقانا هاي أو لا محوا هاي أو لا نقانا هاي مركا لقيب ونقانا هاي مركان سو حويا أسوي كتر سنايا أسوي كتر سنايا كو أفراد أجير مركا قولي لا ولا الملازمة حوا أرضي الشيخ كذا لازم هيا مدر دربو لازم هيا كده من حوا هاي مولى لفلان بالله ملازمة ضرت أتباع محوا هاي با محوا هاي با لويري أنواع الموالي وحير أنواع الموالي ثلاثة وهي تعرفت هذا سد حدوش شيء بعيدا أنواعه ألف وحير مولى الحلف يعني الشاقت أم هشيس مد ماركتي هشيس مد مارت مولوه او معناها قولد اني مارت لون اسبينها واله شيء او معو القاران ويان ولا ديف ويدب ديف ولو داغا مين كمين مها مثل حوى الامام مالك ابن انس الاصبحي التيمي الاصبحي نصبا التيمي مولا ومرك فهو امام مالك اصبحي ويان صليبه يعني حق نصبهان يصل بهان دلدهان وري اصبحي ومن اليمن ويان تيميون وريت تيميو ربني تيميو يعني بولاء الحلف يعني حق اسكاشسد يو اسشغشد بس شيكتينو قولديسان ايا رمديني سو دغين اصل اها وري يمن امام مالك اسردس عيدود كده من مغالده مديني سو دغين قولودا marka ربني تيميو او ابو بكر الصديق يو ري قريش قيب كميده ايا مخو دولكان جزيره مخو حجاز marka imaadeen bay bay la dhaaba noqdeen oo la la midki noqdeen وذلك أرن كاسم حجري لأن قوم وقوم كإمام مالك أصبح موالي لتيم قريش تيم قريش موالي وحي موالي ونقدين ومحوها أي محوها لقيب أي نقدين لتيم قريش ربني تيم وقريش بالحلف يعني حق محوها اسكاشد إيو حق محوها اسشاقشد بيكونوا نقدين بقى وحجري مولى العتاقة يعني حرين ميد مارتي كو مارتي مولكوة مثل حوي أبي البحتر أضان وها كده من وال حري قلده حريسي ومركه أيو الطيابي أيو النافي أيو الدب أيو نقضي مثل أبو البختري الطائي ويان التابع والتابعي رطا يا لونسبي واسمه سعيد ابن فيروز ليرا هو مولى طي رطا أي مولاه دويان ومعنى أصلها كمن مها لأن سيده وسيد كيسة كان وحوها من طي رطا قبيلة حاتم الطائي أيو عدس أيو مارتي أيو سيد كيس كمدها فاعتقوا كيد من الوحري كيد من فلان فلان طائي ساسالي المرك نوعه فرب أنت أيوة أدي وفربدين والرواد المرك دبوا في رسا يكوبدين كان جيم وحير مولى الإسلام حق كلا أيضا شيء يوس لقاب يوس لهشيس أو حق محوها هاي إسلام لماذا مثل حوا محمد إسماعيل البخاري الجعفي إمام البخاري لأن جده المغيرة كان وحوا مجوسيا فأسلم أبو إسلام على يدي اليمن ابن أخنس الجعفي نك اللي راد أيو قعنتي سكو إسلامي فنسب إليه كده من ولون نسبي أكيد منه ولون نسبي من فوائدي سحكمي ده نوعا الأمن إن لقى من نقد من اللبس دهقل يسكو درسنان إن لقى من نقدويا يعني. إيوه معرفة المنصوب كان لون نسبي قرشيديس إلى القبيلة قبيلة اللون نسبي نصبا حق نصبهان أو ولاء ولاء ومعناه وحويا يعني نك مركل نسبي قبيلة اللون نسبي لا بالراوي مرك قبيلة من لونس من لونس من أصالة أصلهان النصبا أيه من محوها مولى أيه وحال رأينا تكلسارت ساس فإيديس كمدة ومعرفة المنصوب كان لونس بين لقرته قرشدي سيا فإيديس كمدة إلى القبيلة قبيلة النصبا حق نصبهان يدلدهان أو ولا أن يما هشيس يو سد حد ولاج نصامر نبا هذه قبيلة نقطية هذه هذين نقطة محونا حلف بهاي عتاقات ويا مول الإسلام ويا هاي ومن ثم مركز صا أبرة كذب ليتميز سوق وصع مركز وصعد
المنصوب كل لونس بي إلى القبيلة قبيلة ولا أن ولا الأم ومعناها مولاهان والنصب أنا المعركتي أنا نحوها قبيلة لونس بين عمن عندنا أتكسعده يشاركه وذاق ولو وذاق في اسمه مج عيسى ومن تلك القبيلة قبيلة حق النصب النصبهان لونس بي ومعناه إن كان مج عيسى ولو وذاق لكن متكس تكمن محا لونس بي قبيلة ذي مركو أنا أتكلم متك لونس بي قبيلة نصبا إيه متك لونس بي قبيلة ولا أن وأنا أتمارتي باب كان روبرت وأنا أتساوك الأوقاتوية أشهر المصنفات فيه صنف أوحاء اللي في ذلك أركا أو عمر أدكندي بالنسبة مرك الله في ريو إلى المصريين ما بالنسبة إلى المصريين فقط مصريين تبسوا كألف أسي وعام ما هو رواد كلا يعني مالك كلا مصن كينين وحكى ألفي مصريين تبسه فقط لكن حاويا وحاكلوا كعاوين يسباب كان إذن كفى إذن كرتاء كهليسة كتب التراجم الرواة كتب التراجم الرواة يعني انت بضن وكهذا شاء باب كان انت اسكجو عاو امين دمان ان شاء الله بان لما اشترينا وحفلها يا عشر كود بانه نغن دون هذا وبالله التوفيق وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.